الاعمال يلاه سالينا واحد السلسله اللي هي كتحمل العنوان ديال عفاك بابا، غالبا غادي تبرمج ان شاء الله في رمضان. هي من اخراج دريس صواب المخرج المتالق الشاب، والادوار يعني مقتسمه ما بين جيلين الا بغينا نقولوا، كاين سي رشيد الوالي، كاين سعدي ازغون، كاين العديد من الممثلين الشباب بما فيهم هند بن جباره، يحيى فاندي، مراد حميمو، واللي نسيتهم يعذرني، شباب كما اللي بغيت نشير ليه ان الاعمال اللي تقدر تمزج ما بين ممثلين نقدروا نقولوا رواد او لامسوا الرواد مع هذا الجيل هذا اللي هو يعني كي جاي في الطريق وجاي بواحد القوه، فهو شيء جميل يعني. وحنا هذا الشيء اللي كنبغيو من خلال السيناريوهات من خلال الاعمال ديالنا نبانوا بهذا الشكل هذا. هذا الشيء اللي كاين. لا هو شوف كل وقت خاصك تعيشها بما فيها بما لها وما عليها. ما نقدروش نخرجوا من العرام كيف سنقولوا، يعني حاليا كاين شي التواصل يعني فارض نفسه، التواصل الاجتماعي فارض نفسه بقوه. فأنا كنحاول من خلال هذيك المشاركة ديالي من خلال الانستغرام كنحاول نكون حاضر بشي حويجات اللي كونتوني كيف تيقولوا اللي نوعا ما متميز وهذا سيتو. الرأي ديالي في هاد الوليدات يعني اللي هما ديزانفلونسور يعني كي انفلونسيو لا سوسيتي وكي انفلونسيو الحياة العامة تاع المجتمع، الرأي ديالي وهو انهم يكونوا حاضرين بدي كونتوني اللي يكونوا نوعا ما فيه واحد الإضافة من ناحية ديال داك لابور ايدوكاتيف ولابور دو 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 دي ارتيستيك اللي يقدروا يوظفوه باش يقدروا يستافدوا منهم هاد الاجيال هذه، يكون داك الشيء تاع الميوعة يبعدوا منها وصافي. ما هو جميل هذا يعني وسيلة جميلة جدا، وكان كان كان يعني كنشد عليه ديهم ان حيت كاين بزاف الكلام القيل والقال انهم يعني يحاولوا من خلال هاد لي باج ديالهم ان يقتحموا المجال الفني وهذا وياخذوا ادوار وهذا. انا ضد هاد الامور هذه، ضد اللي عنده شي حاجه يدخل يتفضل. لا تمثل ولكن تاخذ ادوار بار ميريت، يعني الا كانوا يعني طايحين في لي رول هما هادوك البروفيل ديالهم هذاك جايين كاستينغ مزيان، يكون عندهم اليات ديال التمثيل، يكون شويه ملامسين يعني المسرح وعندهم علاقه مع الكاميرا ومع لي زونغل ديال الكاميرا ويعرفوا كيفاش يأديو، كان عندهم حويجات لي زيتا دام لو سيلونس بزاف كاين شي حويجات في التمثيل اللي هي خاص الواحد يقلب عليها مزيان يجيو مرحبا بهم. هما وليداتنا وهما يمثلوا الخلف ديالنا وهذا، علاش نجريو عليهم؟ لا حشومه يجيو يمثلوا معنا. نية سير اي صافا هذا ولا كوف دي موند بخير. والد الكراكي يعني هو مفخره لينا، الوليدات كلهم الله يرضي عليهم كاع اللي لعبوا بلا ما نبقى نذكر هذا ولا هذا، الله يرحم الوالدين لوالديهم اللي رباهم مزيان، فاحنا فرحانين. لا كوب دي موند كان رائع جدا، كان خرجنا العقل والله، حيت انجاز قوي يعني انجاز رائع يعني ماشي مفاجأة. هما الدراري عندهم في رجليهم يعني كيلعبوا في بطولات كبيرة في اوروبا باغتو، ما عندهم ذاك الكومبلكس دانفيريوريتي يحسوا براسك النقص ان راه لاعبين فلان ولا فتلان ولا هذا، لعابة كبار عندنا لعابة تبارك الله متمرسين.